تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 اللي وضعته الدولة واللي الدولة بتنفذه منذ بدء تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو شغال على هذا المشروع العملاق، مشروع تنمية مصر كلها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة. الفكر بتاع مشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 كان محدد أن منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر، لأن لها إمكانيات واعدة جدا، أراضي على امتداد الساحل، ظروفها المناخية والظروف الطبوغرافية ملائمة أنها تستوعب القدر الأكبر. عشان كده كان المخطط ده وضع مجموعة من المدن وبيغير فكرة تنمية الساحل الشمالي، إن إحنا بنتكلم على تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية. عشان كده المخطط حدد تحديدا مدن العالمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدي براني، جرجوب كمدن جديدة تتعمل، بالإضافة لتنمية مطروح والسلوم، عشان يبقى عندي سلسلة من المدن الجديدة اللي بنية أساسية متطورة. أنا بتكلم هنا على مدن وليس منتجعات سياحية، مدن ذكية بتستوعب ملايين السكان وبتعمل وتخلق ملايين من فرص العمل للشباب المصري. وعشان كده كانت الرؤية من البداية، وكان ناس كتير بتتساءل هو أنتوا ليه عملتوا الطريق الساحلي الدولي 10 حارات في كل اتجاه؟ طب هو ما هي فايدة القطار السريع الكهربائي فائق السرعة اللي الدولة النهاردة بتنفذه من السخنة لغاية السلوم؟ الفكر كله أن أنا أخدم لدولة في المستقبل، أتكلم على جمهورية جديدة مخططة تخطيط علمي ومدروس، وبالتالي كل البنية الأساسية اللي بنعملها بنعملها ل50 و100 سنة قدام. عشان كده كانت هذه المشروعات البنية الأساسية الكبيرة اللي بتتنمى، ومنها أيضا مشروع الضبعة اللي هو عشان يولد طاقة نظيفة، عشان لما كل هذه المدن، وإحنا بنتكلم على مدن مستدامة وخضراء وفكر التغيرات المناخية، يبقى بتعتمد مستقبلا هذه المدن بالكامل على أيضا طاقة نظيفة. فبالتالي هذا المشروع الكبير جدا اللي بيتعمل في إطار مخطط متكامل وما طلعش من فراغ. الحقيقة هذا المشروع، وأنا يمكن في البداية حابب أوجه الشكر للقيادة السياسية في الدولتين، فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبو ظبي، على رعايتهم ودعمهم الكبير لهذا المشروع. ولولا دعمهم الكامل وتوجيههم للفريقين بالإسراع بتنفيذ والانتهاء من كل الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي. المشروع زي ما قلت لحضراتكم شراكة ما بين الدولتين الشقيقتين اللي بتربطهم علاقات يعني أخوية واستراتيجية، وإن شاء الله ندعو الله إنها تكون موجودة إلى أبد الدهر. الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي هي الجهة المعنية دائما بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة واللي بيرأس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي معالي الوزير محمد السويدي. فمرة أخرى الشكر للقيادة السياسية على دعمهم ورعايتهم لهذا المشروع، وأيضا الشكر لفريقي العمل من الجانبين اللي أنا عايز أقول لحضراتكم وصلوا الليل بالنهار علشان النهاردة نبقى واقفين قدام حضراتكم وإحنا بنحتفل بإعلان عن هذه الصفقة الكبيرة جدا وعلى المشروع الكبير اللي احنا بنتكلم عليه لتنمية منطقة رأس الحكمة. أنا عايز أقول لحضراتكم إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية اللي الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعملها مع كل المطورين والقطاع الخاص. بنخصص أرض للمطور، والأرض دي الدولة مقابل هذه الأرض بتاخد مقدم نقدي، وأيضا يكون ليها حصة من أرباح المشروع عشان نعظم من أصول الدولة. الكلام ده احنا عملناه في أمثلة ناجحة جدا في كل مع كل المطورين العقاريين، ولكن كان بيبقى على مستوى كومباوند أو تجمع كبير ممكن يبقى موجود بعدة آلاف من الأفدنة، ولكن
لحجم وقدر الدولتين، احنا بنتكلم على حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، حجم مدينة كاملة، وهي منطقة أو ما يطلق عليه مدينة رأس الحكمة الجديدة، اللي هتبقى مساحتها عشان حضراتكم تبقوا عارفين بنتكلم في 170 مليون و8 من 10 متر مربع، يعني أكتر من 40,600 فدان. هذا التجمع العمراني شركة أبو ظبي التنموية القابضة، ستؤسس شركة باسم شركة رأس الحكمة، تكون شركة المشروع وستكون شركة مساهمة مصرية، ستكون هي الشركة، نقدر نقول زي الشركة القابضة أو الشركة الأم اللي بتطور هذا المشروع. المشروع ده هيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، فنادق عالمية على أعلى مستوى، منتجعات سياحية، مشروعات ترفيهية عملاقة تبقى موجودة، بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية اللي بنلاقيها في كل مدينة، مدارس، جامعات، مستشفيات، مباني إدارية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة هيبقى فيها صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية عشان المدينة، بالإضافة إلى حي مركزي للمال والأعمال علشان يستقطب الشركات العالمية اللي تبقى موجودة من كل حتة وهتبقى بترغب إنها تبقى متواجدة في هذه المدينة. بالإضافة إلى ذلك المدينة هيكون فيها مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، علشان السفن السياحية اللي بتبقى الكروز اللي بتبقى موجودة في البحر المتوسط تقدر إنها تستفيد من المارينا الكبيرة اللي موجودة. بالإضافة لده وخارج أرض المشروع تم الاتفاق إن هيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، سيتم تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، وهيبقى من خلال قانون التزام المرافق العامة اللي بيستخدم في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبو ظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد اللي بتطلع من هذا المطار. فبالتالي احنا بنتكلم على تنمية متكاملة في كل المجالات، وإن شاء الله تكون هذه المدينة بنتكلم بنستهدف إنها تكون مدينة عالمية بكل المستويات على أعلى مستوى، وتستقطب حجم سياح لن يقل بالأحوال عن 8 مليون سائح إضافي هيجوا لمصر إن شاء الله مع اكتمال هذه المدينة العملاقة. نيجي للأهم، ويمكن ده اللي دايما كل يعني أنا عارف مثار اهتمام كل الزملاء، الاتفاق المالي. ما هو الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة؟ الصفقة زي ما قلت لحضراتكم هتتضمن شقين، شق جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه. نأتي للشق المالي اللي هو المقدم، سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، هيقسموا على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار. وعشان أشرح لكم تفاصيلهم حتى هيبقوا عبارة عن إيه، بالنسبة للدفعة الأولى اللي هي العشرة أو الخمستاشر مليار، ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الشركة أبو ظبي القبض عن جزء من الودايع اللي كانت موجودة في البنك المركزي. إحنا عندنا ودايع هنا في البنك المركزي 11 مليار دولار للدولة الإمارات، فهنستخدم في الدفعة الأولى خمسة منهم هيحولوا من دولار إلى جنيه مصري عشان تستخدمهم شركة أبو ظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبالتالي كده بيدخل استثمار أجنبي مباشر إجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى، بعدها بشهرين 20 مليار، عبارة عن 14 مليار سيولة هتأتي مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع اللي هو الستة. يبقى احنا كده بنتكلم على 24 مليار سيولة مباشرة جاية، بالإضافة لل11 مليار اللي كانوا موجودين كودائع
وموجودين عندنا هيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري، والبنك المركزي بيتحصل عليهم، والمبلغ المعادل بالمصري هتستخدمه الشركة في تنمية المشروع، وبالتالي ده هيبقى استثمار. من الوارد ان حضراتكم تسألوا طب ال 11 مليار دول ما هو كانوا موجودين جوه البلد، لكن لا، دول كانوا ودائع والتزامات على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيهم. الأهم، دول كانوا مسجلين جزء من الدين الخارجي اللي على مصر، فبالتالي يبقى معنى كده ان المبلغ ده كله هينزل من الدين الخارجي ويتاح كسيولة للبنك المركزي عشان يستخدمه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي اللي احنا كلنا بنعاني منها. يبقى احنا بنتكلم في خلال شهرين على 35 مليار دولار هيدخلوا الدولة المصرية النهاردة علشان نستخدمهم إن شاء الله في حل أزمة السيولة النقدية اللي موجودة. بالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، ودي الحقيقة كان جزء فني يعني وضحناه بمنتهى الوضوح داخل الاتفاق طبقا لشروط محددة وليه التزامات وطبيعة معينة، ولكن الدولة المصرية ليها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه. ده بالنسبة للشق اللي احنا بنقول عليه الشق المالي المباشر، لكن هناك شق مهم جدا آخر، ان بخلاف هذه الأموال الجانب الإماراتي اللي متوقعه انه هيستثمر علشان ينمي هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم طوال مدة تنفيذ المشروع. وبالتالي أنا عايز بس نوضح لحضراتكم يعني معنى هذا الكلام إيه. معناها أن إحنا كدولة بنستفيد في الشق العاجل فورا ب 35 مليار دولار أمريكي بيدخل الدولة المصرية، وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية. وأنا بقولها وبأكدها، من النادر أن لاقي صفقة بهذا الحجم بتدخل، وده تاني مرة أخرى يعني كل الفضل يعود لقيادة السياسية للدولتين في هذا الموضوع. بالإضافة إلى كده إحنا بنضمن استثمارات أجنبية هتظل طوال مدة المشروع بتدخل. الأهم عشان ده يمكن دايما هيبقى لسان حال الناس، طب احنا طب بالإضافة لكل ده وفهمنا ان الفلوس دي هتستخدم في حل الأزمة الاقتصادية ان شاء الله وتساعد في حل الأزمة، طب ايه الاستفادة من هذا الموضوع؟ الاستفادة الأخرى اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ان كل الاستثمارات اللي هتضخ هتتحول للجنيه المصري، ومين اللي هيشتغل في تنمية وإنشاء هذه المدينة الكبرى؟ كل شركات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وكل الشركات اللوجستية اللي موجودة في مصر، المصانع المصرية اللي هتبقى هي المكلفة انها توفر المواد الخام ومدخلات الانتاج والتشييد والبناء لهذا المشروع، وايضا تشغيله بعد ما هيبدأ ان هو يتنمى. فبالتالي احنا بنتكلم بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل اللي هتتاح اثناء انشاء المدينة وبعد انشائها وتشغيلها للشباب المصري ولكل الفئات، وأيضا شركات المقاولات والقطاع والاقتصاد المصري هيكون بيستفيد بصورة كبيرة جدا من هذا المشروع العملاق إن شاء الله، اللي هو بيحمل كل الخير لمصر. وزي ما قلت لحضراتكم لن يقل بأي صورة من الصور حجم التدفق السياحي فقط على هذه البقعة من مصر ما لا يقل عن 8 إذا ما كانش أكتر من كده مليون سائح. وبالتالي المستهدف إن احنا بنتكلم ونحلم إن مصر يبقى فيها 40 و50 مليون سائح من خلال هذه النوعية من المشروعات فعلا هنكون قادرين على تطبيقه. أنا حبيت أدي لحضراتكم هذه الرؤية المكملة لهذا المشروع العملاق. ويمكن قبل ما أختم كلامي أنا حابب أأكد على نقطة مهمة، الدولة المصرية والحكومة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح اللي موجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويضهم تعويض كامل نقدا وعينا. التوجيه، وأنا بأكد علشان ما يثارش أي لغط في هذا الموضوع وبأكد عليه، إحنا ملتزمين بالكامل، إحنا حاصرين كل اللي متواجدين على الأرض ومحاصرين كل المباني وحاصرين كل الأراضي الزراعية اللي موجودة، أنا آسف أقول بالنبتة الواحدة. وبالتالي الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي الكامل وأيضا تعويض عيني،
الدولة مخططة أنها جنوب الطريق الدولي الساحلي على طول، الطريق الساحلي، سيتم إنشاء تجمعات للأهالي لنقلهم ليها، يعني عشان يبقوا في نفس المكان وقريبين منه، لأن المتوقع أن هم اللي هيستفيدوا استفادة مباشرة من عملية التنمية، هم اللي هيشتغلوا، هم اللي هيخدموا على هذا المشروع الكبير، وحيكون هم المستفيدين بصورة مباشرة من مشروع هيستمر يعني إلى ما شاء الله. فبالتالي هم هيبقى هناك التزام كامل بتعويضهم بكل شيء، والدولة بالفعل بدأت في الجلوس معاهم، وإن شاء الله مخططين إن هذا الموضوع يخلص بأسرع وقت ممكن. مرة أخرى أنا حبيت إن أنا أعرض على حضراتكم كل هذه المنجزات والإنجازات اللي احنا بتتم من خلال هذا المشروع العملاق، وأؤكد على شيء مهم جدا، الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وبترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات إن احنا ننفذها في أكثر من مكان وفي أكثر من مجال على أرض مصر، لأن في الآخر هي تنمية متكاملة بتحقق الهدف، بعمر الأرض، بخلق فرص عمل لأولادنا، وبحقق استثمار، وبحقق زيادة للاقتصاد المصري، وأيضا المستثمر اللي بيجي بيكسب وبيستفيد. وهنا يمكن نقطة مهمة جدا أنا حابب أنهي بها الكلام، مرة أخرى توجيه الشكر لدولة الإمارات وكل أشقائنا في دولة الإمارات، لأن هذا الموضوع مش فقط هو على قدر ضخامة المشروع فقط إن هو العائد اللي موجود، ولكن هي رسالة ثقة في دولة مصر، وإن هم شايفين تماما الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وبالتالي عندهم هذه الرغبة والثقة في ضخ هذه الكمية الكبيرة جدا من الاستثمارات في مصر، لأن عارفين كويس قوي أن سيكون لها عائد مجزي، وواثقين تماما في استقرار وثبات هذه الدولة المصرية. أخيرا أوجه كلمة للشعب المصري. أنا بشكر الشعب المصري الحقيقة على تحمله الكبير وصبره على الفترة الصعبة اللي احنا كلنا عارفينها وبنعاني منها، ولكن هذا الشعب الحقيقة أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، والأهم من كل ده إيمانه بأن هذه الدولة لازم تستمر ويكتب لها الاستقرار. فبالتالي هو حرص شديد على استقرار هذه الدولة، ونتيجة لكده بيضحي وبيعاني وبيكابد وهو النهاردة في الأزمة الاقتصادية. واللي بنأمل إن شاء الله من خلال هذا المشروع وعدد آخر من المشروعات اللي هنبدأ نفتحها في الفترة الجاية، إن نقدر إن احنا نتجاوز الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنعاني منها. وأعتقد هذا المبلغ اللي احنا بنتكلم فيه 35 مليار دولار إن شاء الله في خلال شهرين من شأنهم إن هم أعتقد يعني بإذن الله هيحلوا جزء كبير، ويكون بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، وإن شاء الله نتجاوز هذه الأزمة اللي احنا كنا موجودين فيها. أنا بشكر حضراتكم.